تستعد جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخارج لتطبيق الاختبارات النهائية عن بعد في ظل أزمة كورونا، وقد اتخذت عددا من الإجراءات والقرارات للمحافظة على استمرار المسيرة التعليمية وجودة المخرجات كذلك. لتفاصيل أكثر ينضم إلينا هاتفيا من الخرج وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليمية دكتور مشاري العصيمي. دكتور مشاري، أهلا بك معنا. يعني بداية، كيف تستعد الجامعة للاختبارات النهائية عن بعد في ظل أزمة كورونا؟ والله اهلا وسهلا، وكل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان المبارك. انت بخير. الجامعه بدات الحقيقه استعداداتها منذ وقت مبكر فيما يتعلق بالاختبارات النهائيه، فمن ناحيه البنيه التحتيه اضافت الجامعه 50% خوادم اضافيه على الخوادم السابقه، وذلك لاستيعاب الاداء المتزامن لاختبارات الطلاب، وخصصت ايضا العديد من الخطوط الاتصال العاليه بالانترنت ليتمكن الطلاب من الاتصال واداء الاختبار بكل يسر وسهوله. ايضا قامت الجامعه باصدار العديد من الادله الارشاديه والهدايات التعريفيه للطلاب واعضاء التدريس في كل ما يتعلق باعداد الاختبارات والدخول اليها وادائها بشكل سلس باذن الله تعالى. من ضمنها انشاء كيف يمكن انشاء الاختبارات، وكيف يمكن بناء مخازن الاسئله والتعامل مع مركز التقديرات. ايضا اقمنا العديد من الدورات التدريبيه الخاصه بالطلاب والخاصه ايضا باعضاء التدريس، وقامت الفرق الفنيه والدعم الفني والتعليمي بعمل ايضا جلسات افتراضيه مع الطلاب واعضاء التدريس ايضا للاجابه على الاستفسارات التي قد تطرا، وقام اعضاء التدريس باجراء بعض الاختبارات الافتراضيه على استخدام هذا النظام حتى لا يكون هناك باذن الله تعالى اي صعوبات تواجه الطلاب. يعني بعض الأسر لا يوجد لديهم إلا جهاز، ربما حاسوب واحد، بينما لديهم طالبان أو ثلاثة في الجامعة، كيف تتم مراعاة ذلك في الاختبارات عن بعد؟ نعم، احنا الحقيقة أن الجامعة عملت على تقسيم فترات متنوعة خلال اليوم الدراسي، أربع فترات لأداء الاختبارات، بالإضافة إلى تفعيلها لأساليب أخرى لأداء الاختبارات تتناسب مع ظروف جميع الطلاب، ويمكن ايضا اقامه الاختبار ببدائل اخرى غير بدائل الاختبار الالكتروني باساليب التقييم التي اقترحتها الوزاره واقرها مجلس الجامعه، ويعطى الطالب فيها ايضا وقت كافي لادائه باذن الله تعالى.